فوز المعارضة قوي يعني راح يكون في الانتخابات القادمة؟ والله هذا يرجع للشعب الكويتي، يعني إذا إنهم أستاذ محمد أنا بس خلنا نكمل. الشعب الكويتي عليه بالاختيار الآن، وأنا أقول المعارضة مو المعارضة لأجل المعارضة، بل المعارضة لأجل الإصلاح، المعارضة لأجل الكويت، المعارضة لأجل التنمية، المعارضة لأجل التوظيف، المعارضة لأجل القضية الإسكانية، المعارضة للنهضة، المعارضة لأجل مصلحة الكويت والمحافظة على الوحدة الوطنية. هذه المعارضة المطلوبة، ولا هي المعارضة الشخصانية، بل المعارضة لأجل الكويت واللي تمناها كل حر في هذا البلد. أستاذ محمد، كان لك تحرك في الآونة الأخيرة محافظة الأحمدي أو الدائرة الخامسة بمعنى أصح، خلال لقائك مع محافظ الأحمدي عن عملية مضخة الماء اللي كانت بالمنقف، كان لك مناشدة على عملية المعاهد والجامعات في منطقة الأحمدي. ليش أنت كمواطن غيور على بلدك ومحب لدائرتك، وين دور العشرة ما يطالبون؟ وين وصلنا في مستشفى طلبت المستشفى، مستشفانا العداني الوحيد اللي من 80 لحد الآن ما تم إنشاء؟ والله مزيد. والله أخي بداح، أنا شعاراتهم هذه المملة قبل الانتخابات أو في أثناء الانتخابات أنا حتى والله ما أحب أتطرق لها. أنا طبعا الدائرة الخامسة لما أنا تطرقت مع محافظ الأحمدي تكلمت معه بكل صدق وأمانة، قلت شنو دورك كمحافظ؟ الدائرة الخامسة تفتقر لأشياء كثيرة، المستشفيات. وين الأعضاء عشرة محمد؟ ما عشرة موجودين، وينهم؟ ما في الأعضاء، ما شفنا لهم دور. حتى بالمعارضة ما راحوا للمحافظ واشتكوا الحال. أبداً ما شفنا منهم. أنت مع المعارضة قل دورهم كان إيجابي. نعم. أنت كنت مع المعارضة تقول دورهم إيجابي، ليش ما واحد منهم تبنى القضية وراح قابل المحافظ؟ والله أنا يعني أنا أعتب على المعارض وغير المعارض، ما في شيء اسمه معارض، في رجل يطلع لصالح الكويت. أنا لما تكلمت على محافظ الأحمدي تكلمت عليه بأني مواطن كويتي ويهمني تهمني الكويت وبأخص الدائرة الخامسة عن المضخة اللي تسببت حوادث وفي نص المنطقة. تكلمت عن ليش ما يكون فيها أفرع للجامعات وللمعاهد حتى تخف الزحمة عن الشويخ. طلبت المستشفى وطلبت المستشفى وطلبنا، وقال إن شاء الله رد علي برد طيب، بس ما شفنا شيء. طلع في تصريح في إحدى الجرائد أنها راح تنقل إلى جنوب الصباحية وعطانا وعد، وما وأنا أتمنى أنها ما تكون. مو دورك خالد، يمكن لأن هذا الدور مو دورك، دور لا دوري نفسه. دور كل مواطن في خير. لا دوري بس العضو يمثل المواطن. يا رجل أي عضو؟ أعضاء فاشلين، أعضاء يرسم أحلام للشعب الكويتي ويفشل فيها، ومن يطلع سكر تليفونه وما يرد على لا يعني مو ممثل عليهم. يا رجل الأعضاء، أنا أتمنى في هذه الدورة القادمة، وإحنا اليوم سمو الأمير أعادها إلى الساحة أن نختار الرجال الصادقين. يا رجل أنا الحين يعني بتتكلم تقول إحنا يعني في برنامج الانتخابي أنا بالمستشفيات، الناس ما راح تصدقك، الناس ملت من هذه الوعود الكاذبة. إحنا نبي رجال رجال رجال، إذا قالوا فعلوا، ما نجي تحط لي برنامج كله كذب بكذب بنفاق تدغدغ فيه مشاعر الناخبين. كل الأعضاء اللي مروا على الدائرة الخامسة كلهم يدغدغون بالمشاعر، ما شفنا شيء منهم كلهم. اللي تسمعه في الندوة هذه تروح الندوة الثانية تسمع نفس الأسلوب وكأنهم متفقين. احنا الآن في أمل أن يطلعون الرجال اللي يهمهم الكويت ويهمهم كلمتهم. الرجل عند كلمته، في ناس كلمته يعني لها قيمة عنده، هذه بشرية ما عندهم كلمتهم ما لها أي قيمة. أبو خالد، وعودهم النواب ما عندهم كلمة أبدا، ما عندهم. أبو خالد، كذلك ذكرت أن تدعو إلى تطهير الكويت من الآفات والمفسدين، من تقصد بالآفات والمفسدين؟ المفسدين كل مفسد في السلطة التنفيذية أو التشريعية، إن كان نائب اختلس وخنع وباع ضميره وباع قسمه، يفترض أن يحاسب ويشهر فيها أمام الشعب الكويتي. وإذا كان في السلطة التنفيذية يشهر فيه. أنا أبي أذكر في تاريخ الكويت حكم في السلطة التنفيذية أو بالسلطة التشريعية وشهر فيه ليكون عبرة للآخرين؟ أبدا ما في. بس إن كان وزير محمد، حكمت على رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر محمد بأنه فاشل في إدارته في حكوماته المتتالية. نعم. ليش؟ نعم فاشل. ليش؟ والله أنا أعتقد الأحداث اللي صارت تدل على فشله في سبع حكومات متعاقبة، فشل عمله مو كشخص، كعمل
نعم فشل، فشل ذريع. بس انت من خلال فشل ابو خالد قلت يستحق انه يكون خلف الغضبان. اذا كان دافع، نعم هو والمرتشين، اذا كان وثبت في 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 قضاءنا النزيه انه فعلا راشيهم، نعم مكانه خلف القضبان هو والمرتشين القبيضه. احنا نبي نطهرهم، ما نبي نجامل اخ ناصر. احنا ما خرجنا لنجامل فلان وعلى سين من الناس سواء كان من الاسره من محمد او عضو. استاذ محمد اذا بنقول كلمه فاشل دارجه هذه، يعني هذا فاشل هذا فاشل. لا 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 لا، عطني عمل واذا ما انجزت فيه انا فاشل. عطني عمل، انا كرئيس وزراء سبع وزارات فشلت فيها، الاحداث المتعاقبه اللي صارت وثورات الشباب. فشل مو مساعده من اعضاء مجلس الامه؟ اعضاء الخانعين اللي اللي الا الرئيس اللي يسمونهم كتله الا الرئيس. الا الرئيس مو 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 هو اللي دمر البلد، الثورات اللي صارت. بس قالوا انه في مصالح شخصيه اللي ضغطوا على الشيخ ناصر محمد. شخصيه على حساب البلد وعلى حساب الشعب الكويتي. هذا اتكلم فيه النواب. النواب القبيضه؟ الغبيضة؟ لا انا ما اتكلم عن الغبيضة، النواب بشكل عام ضغطوا على الشيخ ناصر محمد. ضغطوا؟ اسباب شخصية كانت. لا مو صحيح. مو صحيح شخصية. انا بسألك سؤال، مش اللي منع ناصر محمد من بني المستشفيات؟ الخطة التنموية أقرت بإجماع من من مجلس الأمة، 37 مليار 19 مليار الحين ما ندري وين. ما خلوه يشتغل. مو صحيح. ما اللي منع؟ أكثر المعارضة قالت رئيس مجلس الوزراء يطير يطير وفعلا يا اخ بداح، ما حد من 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 السبع وزارات من 2008 اعتقد او 2007 او 2008، ما اللي منع ناصر محمد من 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 بني المستشفيات والمدارس؟ ما من اول يومين يا رجل يا محمد، اول ثلاث ايام ما لك علاقه بالاستجواب. اطلع على المنصه، انت ما انت باليد العامله. خلنا شو بيمنع وزاره الاشغال والاسكان من تطبيق الخطه التنمويه؟ ابو خالد 19 استجواب ما اعطوه مجال انه يشتغل. لا مو صحيح. ليش ما خلوا له المجال؟ لا 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 19 استجواب 4000 سؤال. نبي نستمر محمد، بس معانا اتصال من الاستاذ طلال الشمري. حياك الله استاذ طلال. الله يحييك. السلام عليكم. الله يسلمك، حياك الله. امسي عليكم بالخير انت وضيفكم الكريم. حياك الله، على عجاله سؤالك استاذي. ما ندري نبي الاخ استاذنا محمد العاجلي شنو المطلوب بالمرحله القادمه من رئيس الوزراء القادم اللي المتواجد حاليا ومن النواب اللي راح يقدمون على المجلس ان شاء الله من النواب. ونبي هل رايه بالمخرجات الفرعيات اللي بالدائره الخامسه ان شاء الله؟ وعرف شكرا. شكرا اخوي طلال الشمري، حياك الله. قلت اخوي محمد لو احمد السعدون وهو رئيس مجلس الامه احسن من مثلا من الخرافي انه اشجع، من لديه الشجاعه في حكم وسيطره الامور داخل تحت قبه عبد الله السالم. طبعا احنا ما يختلف عليها اثنين، الا اللي طبعا بيجامل او 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 ما راح ينطق الحقيقه. احمد عبد العزيز السعدون رجل شخصيه قويه ويسيطر على المجلس بقوه شخصيته وصلابته. الخرافي ما عنده شخصية؟ لا لا، شخصيته ضعيفة، حيل ضعيفة. بعدين الخرافي ميوله للحكومة في كل القرارات اللي صارت، يعني كأن اللي كأنه معين من السلطة التنفيذية. بس أكثرهم يقولون جاسم الخرافي وازى بين المجلس والحكومة. لا لا لا، ما وازى. لا لا لا، هذه يجاملون. لا لا، جاسم الخرافي شخصية ضعيفة، لا يستحق أن يكون رئيس مجلس أمة. بس الوقت هذا قالوا انه وقت ازمات كان، وكان ضغوط اكثر شيء على رئيس. وشنو اللي سواه؟ وشنو اللي سواه جاسم الخرافي في الازمات؟ لما ضربوا النواب عند في ديوان الحربج، شنو اللي سواه جاسم الخرافي؟ لما ضرب بعض من يثير الفتنه، من يثير الفتنه زاره وحط ايده بايده، ولما ضربوا النواب شفنا موقف جاسم الخرافي. محاباه عنده؟ طبعا محاباه. وشنو اللي سواه جاسم الخرافي في 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 قضية الميموني؟ وشنو اللي سواه جاسم الخرافي في كتابه اللي سجن فيه أبناء الشعب الكويتي وتبلى عليهم؟ يعني شنو اللي سواه جاسم الخرافي؟ ما تبلى أبو خالد، هذه قضية أساسية. لا، قضية قضية هو المسؤول. لا، قضية كبرت وأعطيت أكبر من حجمها. حتى في تويتر أستاذ محمد ناشد صاحب السمو وطلع في عمره تقول لا تسمع كلام المحرض، حسب اللي كتبته الأستاذ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الأسبق في الاعتصامات بإسقاط الحكومة. يعني تقول نعم نعم، صاحب السمو حفظه الله
يسمع من الصغير والكبير، وهو حريص على مصلحة الكويت والشعب الكويتي. ولما رأى صاحب السمو التجمع يوم الاثنين الحاشد، وعرف أن الشعب الكويتي ما هو على قولة بعض الإعلام الفاسد أن اللي حضر في الساحة 1000-2000، ورأى هذه الحشود نزع الفتيل. الإعلام يغيب الأعداد؟ طبعاً، بعض الإعلام اللي له مصالح يعني شخصية طبعاً يغيب، ولكن بعد ما رآها صاحب السمو اللي هذه راح تسجل لتاريخ صاحب السمو في نزع الفتيل، لأنه عارف وشنو اللي راح اللي راح يأتي من بعد هذه التجمعات، ونزع الفتيل في الوقت المناسب وأعادها لكم الآن، أعادها للشعب الكويتي، وعليكم بحسن الاختيار وعدم إعادة من قبض وباع ضميره. الآن راح تكون بيدكم يا الشعب الكويتي، يا مستقبل باهر يا راح حاسمة هذه الانتخابات القادمة. طبعاً حاسمة. طبعاً ذكرت في تويتر أن الشباب هم من أسقطوا الحكومة وأعضاء مجلس الأمة. نعم، الشباب هم من أسقطوه بإصرارهم، بس أكثر من عندك الحركة الدستورية تقول إحنا أسقطنا منهم. الحركة الدستورية حدث تقول إحنا اللي قدنا هذه المظاهرة، التكتل الشعبي يقول إحنا اللي قدنا هذه المظاهرة. لا، هي الأحزاب كوجه عام. نعم لا، هو كان عمل جماعي، ما نبخص حقهم، لا التكتل الشعبي ولا حدث، وقاموا بواجبهم، ولكن اللي له الدور الأكبر هم الشباب. أبو خالد، لك تصريح أنك بالنسبة لموقفك من شيخ قبيلة الهواجر لما بايع رئيس مجلس الوزراء السابق، قلت أن هذا المبايعة أنه هو يمثل نفسه فقط، ما يمثل القبيلة. شون بايع يعني؟ أبعرف المبايعة. بايع رئيس مجلس الوزراء أثنى على أفعاله أو عمله، لأنه كان بجانبه. والله أنا أحترم طبعا الشيخ محمد بن راشد بن شبعان، أحترمه وأحترم أبوه قبله، و إذا هذا شيء شخصي بينه وبين ناصر المحمد فهذا شأنه، ما لي علاقة فيه. يعني إذا بايعه أو ما بايعه هذا شيء يرجع له كشخص، أما كقبيلة لا، قبيلة ما تبايع. القبيلة تبايع أسرة الصباح، تبايع الأمير حفظه الله، ما تبايع ناصر المحمد، تبايع الأمير وأسرة الصباح والصالح فيهم اللي فيه خير. نعم نبايع، بس الأمير حط الثقة في سمو الشيخ ناصر المحمد، حط الثقة وسحب الثقة. صاحب السمو هو ما سحب الثقة، الشارع هو اللي سحب الثقة. الشارع لما شاف الشارع والأمير مشحون. والأمير نتمنى احنا يعني الأمير يعني ما نعيد اسم الأمير، ولكن الأمير رضخ أو سمع أو حاول إنه فعلا الأمير ما يرضخ. لا ما يرضخ، عفوا، الأمير يعني اللي رغبت ما رضخ. نعم. يعني يرضخ لرغبة الشعب الكويتي. نعم. لا ما فيها هذه نزع فتيل نسميه. نعم نزع فتيل، نزع فتيل. نعم نزع فتيل. ولما ينزع الفتيل في حل هذه القضية فهذا يعني تسجل له. وابن شبعان نحترمه ونقدره، وإذا هو مع ناصر المحمد هو وشأنه، كيف مع ناصر؟ معنا اتصال من شخص عزيز على قلبك وله مكانة خاصة معاك، الدكتور ناصر المصري. حياك الله دكتور، والساعة المباركة، وأنا سعيد في اتصالك معنا. الله يحفظك طال عمرك، جزاك الله خير، مشكور طال عمرك. حياك الله يا دكتور. جزاك الله خير. مشاركتك يا دكتور. والله يا طول العمر شو أقول لك، يعني أنا شهادتي في أخوي محمد يعني قد تكون شهادة مجروحة. نعم. لكني أنا أشهد بالله من خلال معرفة هذا الشخص الفاضل. نعم. والله ما سمعت منه إلا كل طرح وطني وطرح إيجابي في مصلحة وفي حب لهذا الوطن. نعم. وهو الذي تصدى لكل من يحاول أن يشق وحدة الصف لما كان في ضرب في القبائل أو ضرب الأصول أو غيره. هذا الرجل لموقف ما يجامل دكتور. نعم. الأستاذ محمد الهاجري ما يجامل. يجامل من؟ والله أي شخص عمر. كان أنا هذا الرجل أنا أعرفه من سنوات، والله ما يجامل أحد حتى لو كان واحد منه فيه. نعم. وأعتقد أن هذا الرجل أنا بالنسبة لي والله لو كنت في دائرته يشهد ربي علي لا أعطيه صوت. زين دكتور ناصر المصري، شهادتك فيه إن شاء الله أنها في مكانها إن شاء الله، بس أحب أعرف سؤال شخصي، شنو هالمحبة والألفة والله لا يغير عليكم بينك وبين محمد الهاجري؟ والله يا طول عمر ما في غير المحبة في الله سبحانه وتعالى، هو إن شاء الله بخير وأنا بخير، لكن هذا الرجل له مواقف طيبة وإيجابية، ما شفته في موقف معين الناس جتة ومحتاجته فيه إلا برز ووقف معاهم وساعدهم.
مع العلم أن دائما الوحدة الوطنية تلقاها